والإحسان الوداع 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 أيا شهر التراويح والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن فتحت فيك أبواب الجنان وغلقت فيك أبواب النيران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان بحرمة القرآن وبحرمة شهر رمضان وبحرمة سيدنا محمد سيد ولد عدنان حسن أعمالنا بين يديك يا رحيم يا رحمن.